فيه وقفة تضامنية من المثقفين والناشطين في محافظة النجف تحديداً في ساحة ثورة 20. الوقفة كانت مؤازرة لعمال النظافة من أجل المطالبة برفع أجورهم ودفع رواتبهم المتأخرة وإعطائهم حقوقهم كاملة على ما يبذلونه من جهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من محافظة النجف من ساحة ثورة 20، ساحة مقدسة بالنسبة للمتظاهرين أبناء محافظة النجف وكل العراق، مجموعة من الشباب الخير الطيب الكريم، نخبة محافظة النجف، من مثقفين، من إعلاميين، من أساتذة، خرجنا من أجل مهندس النظافة، من أجل عمال النظافة في محافظة النجف وجميع العراق. طبعا مع الأسف الشديد يعني رواتبهم تتأخر، ورواتبهم رمزية، وصار لهم اللي 6 سنوات و7 سنوات وحتى 10 سنوات والحد الآن أجير يومي. حقيقة كنا نتمنى من بلغنا وعلنا عبر صفحاتنا بالفيسبوك أن يحضرون ويانا عمال النظافة اللي عددهم بالمئات ويوصل يجوز 1000 وأكثر من 1000 عامل. مع الأسف الشديد كنا نتمنى مشاركتكم، لكن نعرف الظروف أيضا، عاذريكم اللي إنسان حتى صعب ما عنده فلوس حتى نقل، نعرف معاناتكم، كلكم أخوتنا أهلنا، وجينا بهذا الجو البارد وأمطار اليوم في محافظة النجف متحملين هاي الدقائق أو الساعات القليلة. ما ننسى وقفاتكم المشرفة بصراحة، نرجع لهن ب12 بالليل، بالوحدة بالليل، بعز الصيف، بالبرد، نلقيكم تشتغلون وملابسكم متوسخة بصراحة. هذا شيء قليل أن نقف من أجل أبنائنا أخواننا الأبطال.